كما أكد سفير البريطاني بالقاهرة على تعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا في ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين. احنا بنبين طبعا الدول المهنية بنفكر ازاي نوصل مساعدات إنسانية لغزة. للأسف شديد منذ تقريبا شهرين لا توجد أي إدخال مساعدات للغزة، بس في نهاية المطاف هناك احتياج إنساني لنساعد الشعب الفلسطيني في هذا المجال خاصة. والوزير الخارجية البريطانية بيطالب وقف إطلاق النار فورا من غير أن يكون في أي تردد في الأمر.